جايز دابا انا غادي كنتمشى وكنت سير في الزقه الخلفيه ديال شارع الاستقلال، الشارع اللي كيدوز منه 4 مليون ديال البشر يوميا. حنا غاديين في الازقه الخلفيه ديالو، حيت الازقه الخلفيه هما البلانات ديال التقسيم وشارع الاستقلال. بلا ما تنمشيو للشارع اللي لتحت، هذاك عاوتاني بلان اخر. دابا انا باقي كنتمشى وكنكتشفو مجموعين وكنبارطاجي معاكم هاد القنت مزيان. هانتوما خوتي هنا الجهه ديال البيران ولي بواطس والشراب والحيحه. هانتي دابا رانا غادي بالكاميرا كنصور، بنادم راه ما يعجبوش نشدو بالكاميرا، ما اي دون كير برو، ما نسوقش انا. هنا يا مكان الزديح والرديح زين. هانتوما خوتي كاين الزديح والرديح. هاد الطاكسيات كاملين كيجيبو الدريات كيحطوهم هنايا وكيدخلو. دابا غادي نطلعو من هاد الزقاق الخلفي الخطير الآخر، هذا كله غير شراب. دابا غادي يشوفني واحد خوتنا يشوفوني دايز بالكاميرا ما يحملونيش، يشوفو فيا واحد الشوفة بشكال، هما يبانو لك لابسين نوار. هانتوما شوفو هادشي كامل الشراب الشراب الكور كيشربو. هادو هما العزقة الخلفية ديال اسطنبول اخوتي كيفاش كيكونو. مبغيتش نوقع نقطع لا فيديو بزاف، مادوا معايا حتى شي واحد باغسكو انا ممسوقش العالم. كون كنا في المغرب كون وقفوك مع الدخلة. هادو الأغلبية ديالهم كور اخوتي كيشربو هنا. هادشي البديو مازال اخوتي. جايز دابا فهاد الهبطة اللي هابط من أخطر البلايص اللي تقدر تصور فيهم، تقول لي علاش أنت قدامك الدنيا خاوية ياك، حيت دابا اخوتي هاد الزناقة هنايا كما كتشوفو هنا، وهاد البلاصة هنايا، هاد البلاصة فيها لي بواط اللي قدامك هنا ولي بار داكشي. هنا خوتي شنو كيكون؟ هنا كيكونوا هادوك خوتنا راكم عارفين، اللي كيمارسو راكم عارفين داكشي، وعاد زيد هادوك لي كاي اللي كاينين هنايا تاهما، وحالة لا يرتلى، هاد البلايص كاملين اخوتي، شي هاد الدروب بحال هكا، كلهم، أما الأخطر بلاصة هي هادي اللي غادي ندورو منها اخوتي، على اليمين واليسر. إلا شافوك صورتي جهتهم غيجيو يتحاموا عليك ولا يهرسوا لك الكاميرا ولا يشيروا عليك بشي حاجة. فهاد الشارع هذا، الشارع هذا الكبير اللي كيدوزو منه الباصز وأي حاجة. شوفوا هانتوما راه قريبة 12 الليل باقي خدام الطوبيس عندي. هانتوما خوتي هنا كتخرج من شارع الاستقلال هنايا، هذيك الهبطه اللي فيها لي بواط البار ديالهم هنا، هاد الشارع الكبير. هاد الشارع الا مشيتي معاه على اليمين فهاد الطلعه راه واحد الحاله لا يرجى له. هذاك الشيء مابغيتش نقرب لهم نبينهم. سو هنا هاد الازقه الخلفيه وهاد الهبطات هنا، دابا راه ما كان شي وحدين مريحين حدايا على اليمين ديالي، مابغيتش نشدهم باش ما نوضش باش ما نطراش شي صداع راكم عارفين. دو راه كيما صورت لكم في فيديو اللي قبل، راه هنايا راه خايب وخايب بزاف خصوصا في الليل. هنا هاد الشارع لا كنتي نقي ما دوزش منه، راه فيه غير الخانزين والخانزات كيكونوا هنايا، وكي ساكنين في هاد لي زوطيل هنا رخاص، كيكونوا في هاد لي زوطيل رخاص هنايا فهاد الشارع رخاص، وما كيدخل لهم حد وما كيريح فيهم حد وما كيدير فيهم حد هاد لي زوطيل. علاش؟ حيت تحت من الباب ديال لوطيل راكم عارفين اش كيطرى، داكشي اللي على بالي وبالك. سو جايز دابا انا غادي نتحرك، انا كل شي حاجه ولا بانت شي حاجه اخرى راه مبارطاجيها معاكم ان شاء الله. جايز تخيلوا حدا حدا شارع الاستقلال، كتدخل من الدخله كتلقى الزبل كتلقى البول حاشاكم
تلقى كلشي. يا هاد الزناقه الخلفيه راه حالة لا يرجى لها زعما. هاد البلانات اللي كيطراو هنا وحق الله الا عجيب. حول الناس تلاقيت معاهم ساكنين في مغاربه وعرب ساكنين في احياء اخرى، كيقول لي احنا ما كنطلعوش للتقسيم كاع. قال اخنز بلاصه هي التقسيم. وغايز عدنا رجعنا لهنا لشارع الاستقلال والبلانات اللي كيطراو فيه. لا جيتو اخوتي هنايا بديتو كتمشاو ما يغركمش، راه بنادم تيجيز وبنادم لابس مزيان والكور. هنا خوتي راه كيطراو السرقات وشحال من حاجة، صحداو مع حوايجكم. شارع تقسيم، شارع الاستقلال اللي مشهور في العالم كامل، اللي كتشوفوا فيه راه هو من أكثر البلايص اللي فيهم الفساد تقدر تشوفها في حياتك، من أكثر البلايص. سو دابا غادي نديكم نوريكم بلايص اللي فيهم داكشي بالعلالي، يعني داكشي زايد نغزة. وهنا كتلقى جميع انواع الدريات. مثلا الله ديك البلا ما نقول ديك الهضره ولا داكشي اللي كتشوف هنايا، راه لا حول ولا قوه الا بالله، داكشي معيق بزاف. و كل وحده وكيف من غير النوع اللي ديال الدريات اللي كاينين، حتى بحالنا حنا دابا بحال الدراري والعائلات، كلشي كيجي بالليل هنايا كيتمشى في شارع الاستقلال. كاينين دريات نقيقيات لبسهم وكيخرجوا يتمشاو هنايا. انا ما كنعممش، ما كندوي على داك النوع اللي معيق بزاف. راه اي واحد جا لاسطنبول وجا لهنا لشارع الاستقلال راه يقول لكم الهضره ديالو كاينه. سو انا دابا غادي نوريكم هاد الشارع، كنبارطاجي معاكم دابا الاجواء. عرفتي الخوت كتكونوا داخلين بحال هاد الزناقي، كدوز دريه كدا تغمز في الدراري. علامة القرجة خوتي وحق الله، شبعان بيران وشبعان لي بواط شبعان. ولكن راه البوليس كيدورو باش تعرفو، راه ماشي مطلق اللعب اللي بغا يدير شي حاجة. حيت هاد البلاصة توريستيك كيبغيو يحافظو على الأمان ديالها. انا خوتي راه كلشي مكاينه الزنديق من الاخر هنا غير. لكن انت من داك النوع اللي داخل سوق راسك ما كيعجبوكش هاد الشيء، ابعد من هاد القناه. غادي في شارع الاستقلال تو ما تمشيش فيه. اما لك تدخل الزناق اللي فيهم البيران وفيهم داك الشيء ما ننصحكش. جايز هنا القدام كاين الافريقيات، ما بغيتش نقرب عندهم ونصور باسكو كما كنقولوا دابا لا شافوني كنصور يجيو يعطاكي وكو داكشي تولي في صداع. اي ما بغيتش انا ندير، واخا عندي كاميرا صغيره فيا ما نصورهم، ما كاينلاش اصلا احترام للمشاهدين. هذاك اللبس كيفاش لابسين وكيفاش كيديروا ما كاينلاش نقربوا لهم ونصوروا بلا ما نجبدو معاهم نيت الصداع. المهم غادي غير وحده من هاد البلايص، ما بغيتش ندور ناسي. المهم جايز دابا الليل هنا تقسيم الميدان، هنا فين كيجي كيحط الهافابيس اللي كيجي من مطار صبيحه، كيجيو المغاربه كيهبطوا هنا في الهافابيس من تما اللي يمشي لاي سينيور حتى اللي كيمشي لاي بلاصه.
هنا رب اللي الرب لما نقول لكم راه هادشي اللي كنشوف دابا بعيني ما كنبغيش ندور نصوره، راه شي لبس وشي شي بلانات، راه لا حول ولا قوة الا بالله. تقول هادي ماشي بلد مسلم كاع. دابا خوتي نتحركوا، هانتوما الاجواء هنايا في الميدان، ما عمرش بزاف مع الاغلبيه ما كيبغيش هنا مع كتظلم، كيبغيو شي يجي يريحوا هنا قليل، كتلقى تلقى عائلات والناس ما خارجين ومريحين، من الاغلبيه كيمشي شارع